بيجي الحداقة اخوي. جبت كثير اشياء بتنقلة امبارح، بس غلطت غلطة مرة وقليت بغرفتي وريحة الغرفة كلها صارت قلي. ف جمعت اغراضي اوكي ورايحة اقلي عند رضا، بس ما راح نحكي له ليش، راح احكي له اني عزميته عشان ناكل ونقلي ورمضان وهيك يتسحر. ف لا تحكي له، لا تحكي، لا تحكوا له انه رايح عنده اقلي عشان ريحة الغرفة ما تتعب. يلا هلو هلو، راح اعمل لك سحور. مرحبا، حلوة غرفتك. اشوف 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 شو جبتي. جبت اشياء بتنقلها. او ما يلا. وهيك بلشت تجهيزات السحور. هلا بدنا نقلي. جاهز رضا؟ اشوف النهايه. يلا ماشي. وراح نعزم، راح نعزم كل المشتركين كمان. الو كلكم تجون، ان شفتوا هذا الستوري كلكم تعالوا، كلهم راح يجوا ان شاء الله عشان كلنا نتسحر مع بعض. جيتي عندي، رحبت بيك، دخلتك لغرفتي، بس تكون عندك خطه جهنميه ان الزيت يدل في غرفتي واللي راح انام فيها. الاكل جاهز. ما راح توكل اذا بتطلعني. نسيت. يلا شفت. سنك سنك. رضا قرر يساعد، طبعا بزتهم وبهرب، مش فاهم شو عم يصير. انا عملت دال. اهلا وسهلا، تفضلوا. اهلا، رمضان كريم. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا، هلا بالزين. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. اهلا تفضلوا. هلا بالزين، جبتي معاكي؟ ايوه شطوره، تفضلي طبعا تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلوا. سامي وبيكي، هلا. ايوه شطورين، برافو، تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا، والله اني فخوره فيكم يا عيلة سديم. شكرا لجيتكم على سحورنا حبايبي. جماعه كثير فخوره بحالي، بكل اكل وانبسط. مبسوطين بالاكل؟ شكرا، وشكرا لرضا على الغرفه. من غادي الميوزك ومن هنا العشاء. الله الله الله، ما فرحان هذا، شايف الاكل فرح. ثانك يو رغده. يومي يومي. اليوم ما دايرين سحور جماعي، واللي طيب لنا السحور يا رغده. شكرا. ديتي الحداقه اخويا. وحاجه مهمه حاجه مهمه، سويب اب. تنسى سويب، كل شيء سويب اب. تسلم ايدك يا رغودة يا حياتي بجد. بص رغودة، لا 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 لا، تسلم ايدك يا حياتي بجد. خلاص خلاص، انتوا ولعتوا في الاوتيل كله، ولعتوا في الاوتيل كله. اللي ياكل يجمع سهمي عشان هذه غرفتي. رضا رضا، انت اللي كنت بتساعد رغدة؟ هي ساعدتني صراحة في. لا لا، بابا ماما، تسلم ايديكوا يا جماعة والله. يلا بسرعة. طبخت لنا اليوم. شكرا قليت. شو اسمه، مقالي، يعطيك العافية، تسلم يدك. ان شاء الله ما نتسمم، يعطيك الف عافية. مو منك مو منك. لا لا، من رضا. رضا يمكن. امزح امزح، بليز ما بليز ما. اي تقلش السيد، ما دار والو، الله يخلف على رغدة، ربي يحفظك اختي، صحيتي. وهذا البغل هذا اليوم ما دار لنا والو. درت مقايلة. وعيت على رضا. ما عيطتش انا. صباح الخير عليكم كاملين، صباح السبور، اجواء رمضان بدات. يلا نجريو شويه، هيا لك على كز. نوض نوض نوض. دابا خديت شاور، وهذا الصباح بادي مزيان. كنتمنى هذا النهار يتعاود ديال السبور. الحصص ديال الرياضه تبقى، حقاش كنظن انا ما غتعاودش. المهم نهار ندوزو زوين، خصوصا مع هذه الاغنيه دابا. نهار كي غيدوز الحماس. شوفوا هشام حاط الرجاء عدم الازعاج. نوريك شنو يعني الرجاء عدم الازعاج. هاك تقرا
رب العالمين ممنوع الازعاج برك ما تعقل له البارح شحال صمتي سبع عشر دقيقه البارح شحال صمتي خليني نقول الله يرحم الوالدين البارح العقليه هذه الاخر اللي كان متعقل عليا شي شهور عليا مش هم بتروضيش على سبع ربي ما لا هذا انت ما بتروض الناس البارح شحال صمتي سبع عشر دقيقه منك البارح شحال صمتي سبع عشر البارح صمتي 17 دقيقة الله اليوم تتصب 24 ساعة صباح الخير عليكم يا جماعة اللي عنده واحد صاحبه كمن هذا ماذا بكم تربحوا معاه لعيب صباح ربي أنا دير لا للإزعاج جاي تطبع لي هو كتب لها ربي وين ناض بكري بغي نوض عباد الله معه شو غرفة عادي الجاوة الرجاء عدم إزعاج مهمتي يدي عادل ميت وكندق عليه وكيسحب انا هشام كيقول لي هشام ما غنحلش عليك والحاجه اللي كتلم والله هي تسطوري تغيتلاح عاودتها 70,000 مره المهم دابا نقدر نقول لكم الناس اللي كانوا كيتسناو في الفيديو الجديد راه نزل على قناتي في اليوتيوب سوايب اب باش تشوفوا الفيديو يلا وانت دابا اللي كتشوف ستوري باقي ما درتيش سوايب اب ما نقول والو ما نهضرش الحاجه اللي كنطلب منكم هو تنشروا المقطع مع اصدقائكم مع عائلتكم مع اي واحد باش الفيديو يعطيني حماس باش نصور المقطع الثاني يلا وسوايب اب لحظه فيديو سوايب اب سوايب اب سوايب اب سوايب اب شفت نقطه على هشام جات الفكره انا غادي بلاتي تبارك عيط لي عادل قال لي اجي قال لي راني داير مقيله ودير سوايب اب هاد المرة هادي مقيلة وهاد المرة غادي تسحر معايا كيف سوي باب هادي من زاوية اخرى رضا له فيديو ديروا سوي باب وتفرجوا فيه سوي باب اقوى من هكا لا هيطلعوني الموديل يلا سير 1 2 3 سوي باب سويب اب سويب اب سويب اب سويب اب على بالك شاب لا واش في فرنسا كنت واحد الحاجه انني انا وسامي نزلنا فيديو في نهار واحد وي عادي والفيديو ديالو فيه انا يعني سويب اب وانا مانيش في الفيديو نتاعك يعني ولا عرفتوا شنو ديروا سويب اب تلسان سويب اب سويب اب والله انت كدير الكوميديا يس حقت الفيديو ضحكني وتمثيل واخراج والله وحب باش عبريت سوايب اب سير حي سوايب اب ديالي انا لو خيروك انك تنحبس بالاردن كمان شهرين وتضلك هنا او ترجع على المغرب هلا اللي قلنا لك اختاري واحد يا انا يا عمر شكون تختار والله عرفتك راح تسويها اقسم بالله العظيم رغده ما اعرفك الحمد لله بامتي ما شفناك اليوم كله تدري انا اللي نزلت فيديو جديد اليوم سويتي سوايب اب سوايب اب سوايب اب ثانك يو اش كديرت هنا الشومبرا ديال سامي هذه لا غادي نوريك فين هي الشومبرا ديال سامي هاد الشومبرا انا بغيت لي هاد الشومبرا هاد الشومبرا باقي تقرب ليها غادي ايطرموس لي بيجات الشومبرا ديال سامي غتجي نيشان سير نيشان سير نيشان دور على اليمين دور على اليمين دور على اليمين دور على اليمين يلا الله يعاونك مع السلامه ما يفضل الله درت لي باجواء رمضان 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 مبروك فطوركم ومبروك رمضان شوفوا كاملين كيف فطروا دابا ما عيطوش ليا شوف حقاش انا كندير الايديتينغ سيدي انا قلت لعادل عيط شوف 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 ياك عادل ياك حشومة عليكم هي حرام عليك حرام عليك طبعا عندي سؤال الفطار الساعة كام؟ الساعة 7 وإحنا اتفقنا كل يوم هنفطر هنا ولا لا؟ بالساعة يعني مين اللي تأخر علينا؟ هو اللي حشومة عليك يعني حشومة عليك انت حشومة عليك الساعة رمضان ضروري خاص معاه موسيقى ماشي نبغيكم تسناو رضا فراسك كنفطروا حنا قبل المغرب ثلاثة سوايع برجع
كنفطر قبل منهم ثلاثة سوايع، يعني هادشي اللي كدير دابا كيشوفو هما غيسحبوك. وصلنا لمليون مشاهدة في أغنية مسيرة. الفيديو الجاي تبغيو أستاري ولا حق الاعتراف؟ كنحتفلوش بزاف. الأذان ديال المغرب دابا، حنا غادي نفطرو اليوم في فطور كويس. انت فرحان؟ نقول لكم علاش فريد فرحان. حيت جابوا ليه الفيمتو. اول مره عديل بجربه. وي شنو الفيمتو؟ الفيمتو هو عصير، مو عصير، شراب مركز حق رمضان. هذا بس في رمضان تشرب، غير رمضان لا. معروف غير عند السعوديه صافي. اكيد في الخليج كله معروف. تحط معاه مويه بارده وثلج وسكر. مش عامر ولا خير؟ عندكم زحمه؟ اوكي. بالعافيه سامي ارسب عكار. انا وهذا هاك خد ستوري دير في اللي لحظه. اوكي نزلت حلقه سلسله جديده وعادل باش يكون في الحلقه الجايه. حضروا وياكم حاجه مش عاديه. سوايب اب ونحب عادل. دخلتي الستوري خر صافي. اخر شربه تاع الماء. هي تصوموا بالصحة جماعة. تخيلوا معي هذا الستوري تشوفوه غدا الصباح. افشل البلاغ. عارف الشاشة كمان؟ شوفوا فيديو رضا. رضا نزل فيديو فيه له اسئلة حارة. وكمان مين قاعد يسأل الاسئلة؟ رغدة. انا احس بالاخير الاثنين دول بشيلهم كده وبزوجهم على حسابي. ارفع الشاشة شوفوا الفيديو حقت رضا ورغدة.